ايه؟ مش مصدق انك معايا هنا. ولا انا اصلا مش فاهمه ايه اللي احنا بنعمله ده. احنا كنا هنعمل ايه بقى؟ انا كنت هموت لو ما كنتيش معايا دلوقتي. حلوة قوي السجادة دي. البيت كله حلو قوي. ميرسي. ده ذوق مراتك أكيد. البيت كله بتاع مراتي. المرة اللي جاية هنكون في بيتنا. بيتنا؟ مش كنت متضايق ان وقتنا مع بعض مخطوف؟ انا فكرت ودورت ولقيت شقه حلوه جنب الجامعه، تبقي تيجي تقعدي فيها لما تنزلي القاهره. لو عجبتك تقعدي فيها بشكل مؤقت ويمكن على طول، وانا اقعد معاكي لما اسيب هنا. تسيبي هنا ازاي يعني؟ مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ ايوه اتكلمنا وكل حاجه، بس انت يعني اول مره بتفكر في الموضوع بجد. لا وكمان انت بتاخد خطوات. اكيد بجد، انا بحب مش بتسلى. بلاش. لا مش بلاش يا عمر، بس أنا متلخبطة. أنا افتكرتك هتبقي مبسوطة. أكيد أنا مبسوطة يا عمر، بس برضه الموضوع بيخوف. ما هي كل الحاجات الحلوة بتخوف. ومراتك وعيالك، وانا كده بدمر حياتهم كلهم. مالكيش علاقه، يمكن ده يكون احسن لي واحسن لهم. مش عندي حاجه اديها في العلاقه دي اكتر من كده، صدقيني. انت بتحبني بجد يا عمر؟ هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها. إيه رأيك يا مدام؟ الشقة هنا مش مجروحة خالص، والشمس جواها طول اليوم. دي مش شقة، دي أوضة. أيوة، ما أنا قلت لك إنه استوديو هيتوضى بيبقى حلو. هو الباشا كان قايل لي إن حضرتك هتقعدي فيها لوحدك. أنا من رأيي تخلصي فيها، دي لقطة وزباينها كتير على فكرة. هكلمك يا رجب، ما تتصرفش. هلا هلا. ممكن أفهم إيه اللي حصل؟ مش ده اللي كنت عايزاه؟ أنا مش عايزة حاجة يا عمر، أنا ما طلبتش منك حاجة أصلاً. انت اللي قلت لي ان انت بتدور على شقه عشان لما تسيب مراتك. ف ولا سالتني ولا قلت لي حاجه. انا فرحت بس اتلخبطت برضو، انا مش عارفه اللي بنعمله ده صح ولا لا. هلا قولي لي ايه اللي مضايقك بالظبط؟ دي مش شقه يا عمر، ده خن تجيب فيه واحده صاحبتك. أنا هفكر كده برضو. طيب يا سيدي أنا وافقت. ها؟ تقدر تقولي هتسيب بيتك وتيجي تعيش معايا هنا إمتى؟ لما أطلق ماما. إمتى؟ معرفش معرفش. أنا هقولك إمتى. إيد عمرك وهتطلقها.
أكيد مش قبل ما ليلى تخلص جامعة. تخلص جامعة؟ أما يعني تمام خلصت كده. طب ما هو ما حصل ده مش ذنبي كمان. ازاي يعني مش ذنبي؟ ليلى عيلة، لو هي غلطت احنا غلطنا اكتر منها الف مرة. انا اللي غلطان، انا اللي ما كنتش اب كويس بقالي فترة طويلة، ابعد مع الولاد ولا بركز معهم كفاية. كلنا كنا تعبانين الفترة اللي فاتت. معلش غلطتي برضه، لازم اتحمل مسؤوليتي عن فشلهم. في حاجه كمان لازم اقولها لك، انا بقالي فتره بكذب عليك يا ما، والاوحش اني بكذب على نفسي كمان. مش هقدر اكمل. مش هتقدر تكمل في ايه؟ مش عارف. اعتقد لازم نسيب بعض. نسيب بعض؟ احنا ما بقيناش عايزين نفس الحاجات يا ما. لا ثانية واحدة، ما تقولش احنا دي خالص. يا ريت تتكلم عن نفسك، انا ما تحطنيش معاك في جمله مفيده خالص. احنا كنا كويسين لغايه ما انت عملت عملتك القذره دي. اسمعيني يا ما، انت ام اولادي وقضينا مع بعض نص عمرنا، ما اقدرش اخبي عليكي اكتر من كده. لازم أصرحك، دي أقل حاجة تستاهليها. أنا طبعاً هفضل موجود لحد ما نشوف هنحل موضوع ليلى إزاي، وأي حاجة عايزاها مني أنا تحت أمرك. إذا تحبي نروح لدكتورة هدى تساعدنا إزاي نحكي الأولاد أنا ما عنديش مانع. لا 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 خالص خالص، أنا عايز حاجة واحدة بس، عايزك تمشي وتسيب البيت حالك. مش عايزة تقولي حاجة تانية؟ لا يا عمر، عايزك تمشي وتسيب البيت حالا. هلا، بكلمك ما بترديش، قدامي 3 ساعات اوصل الغردقة، لازم اشوفك قبل ما اوصل. بحبك.